هذا الرهان مرتبط رهان عصرنة الإدارة رقمنتها وتقريبها من المواطن، مرتبط بمدى قدرة هذه المؤسسات على تكوين إطارات تتولى تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة منها بكل احترافية واقتدار، بما يسمح بتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعاتنا تطلعات المواطن الجزائري. وبفضل مجانية التعليم وإجبارية التعليم كما قلت، تمكنت بلادنا من تخطي أصعب العقبات بل وأعتاها، وأصبحت تتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية. فبلدنا ولله الحمد هو ثاني بلد على المستوى الإفريقي وثالث أو رابع ثالث بلد على المستوى منطقة الميناء، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فنحن يعني على مستوى إفريقيا والعالم العربي في مراتب جد متقدمة في مستوى تكوين رأس المال البشري، ونحن نطمح لأن نكون خيرا من هذه المراتب.